لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأسف يا جماعة، معانا خبر محزن جدا عن زين الدين زيدان. النهاردة أعلن وفاة والده إسماعيل زيدان، والخبر أثار قلق وصدمة كبيرة بين محبيه، والجميع تساءل حول ما هو السبب الحقيقي الذي تسبب في وفاته. وإحنا في فيديو النهاردة هنقول لكم كل حاجة عن والد زين الدين زيدان وما هو سبب وفاته وأي حاجة انت عايز تعرفها عنه، ولكن تابع الفيديو للنهاية علشان تعرف التفاصيل. وفاة إسماعيل زيدان، حيث أعلنت بعض المصادر الرياضية شبه الرسمية فجر اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 عن وفاة إسماعيل زيدان والد زين الدين زيدان، نجم كرة القدم الفرنسية وكذلك مدرب نادي ريال مدريد سابقا، حيث عم الحزن الشديد على الأسرة الرياضية بشكل عام والأسرة العربية بشكل خاص، على وجه التحديد خاصة وأن كثيرون يعتبرون زيدان قدوة لهم، ويبحث عدد كبير من الرياضيين في الوقت الراهن عن سبب وفاة والد زين الدين زيدان، حيث انتشر نبأ الوفاة كالنار في الهشيم على مختلف منصات التواصل الاجتماعي في الدول العربية وكذلك على بعض وسائل الإعلام الدولية المختصة بالشأن الرياضي. سبب وفاة والد زين الدين زيدان، حيث أنه بحسب بعض المصادر الجزائرية شبه الرسمية الجزائر، حيث سيكون دفنه في قرية أفمون في بجاية، والتي تعتبر مسقط رأس اللاعب الفرنسي زين الدين زيدان، في وقت عم الحزن الشديد على الأسرة الرياضية. وقالت عدة مصادر رياضية أن سبب وفاة والد زين الدين زيدان يعود لصراع طويل مع المرض، حيث كان إسماعيل زيدان قد تعرض لوعكة صحية ألمت به خلال الأسابيع القليلة الماضية، ونقل لإحدى المشافي في العاصمة الفرنسية باريس، وترى تحسن على حالته الصحية قبل أن ينتقل إلى الجزائر مسقط رأسه ويعلن عن وفاته مع ساعات فجر اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، وقبل موعد عيد الأضحى المبارك بيوم واحد فقط. إسماعيل زيدان هو والد زين الدين زيدان، ولد في 23 يونيو 1949 في بليدة الأغباش بالجزائر العاصمة. كان إسماعيل يعمل كعامل في مصنع للمعادن في فرنسا. عندما ولد زين الدين زيدان، عرف زين الدين بعلاقته القوية بوالده، حيث كان يشجعه ويدعمه في مسيرته الكروية. إسماعيل زيدان لم يكن لديه خلفية رياضية كبيرة، ولكنه دعم ابنه وسانده في تحقيق أحلامه الكروية. قد تكون دعمه وتشجيعه لزين الدين أحد العوامل التي ساهمت في نجاحه وتطوره كلاعب كرة قدم على مدار مسيرته المهنية.
علاقة زين الدين زيدان بوالده ما زالت وثيقة، وقد أشار زين الدين زيدان في العديد من المقابلات إلى أن والده كان له تأثير كبير على شخصيته وقيمه الأسرية. إسماعيل زيدان يعتبر مصدر إلهام وفخر لابنه، وهو يعتبره قدوة له في الحياة وفي الرياضة. زين الدين زيدان، وبعد التعرف على سبب وفاة والد زين الدين زيدان، حيث أن ابنه هو لاعب كرة القدم الفرنسي السابق ومدرب كرة القدم، وولد في 23 يونيو 1972 في مدينة مارسيليا في فرنسا. لعب زيدان في مركز خط الوسط الهجومي، ويعتبر من أفضل لاعبي كرة القدم في فترة 1990 وبداية الألفية الجديدة. شهدت مسيرة زين الدين زيدان الكروية العديد من الإنجازات البارزة. لعب مع نادي يوفنتوس الإيطالي من عام 1996 إلى 2001، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي في موسمي 1996 و 1997 و 1998. انتقل بعدها إلى ريال مدريد الأسباني مقابل رقم قياسي في تلك الفترة، وشارك في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا في عام 2002، بالإضافة إلى مسيرته الناجحة مع أندية النخبة. شارك زيدان في المنتخب الفرنسي لكرة القدم وقاده للفوز بكأس العالم 1998. وبس كده يا جماعة، نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.